وللوقوف أكثر على حيثيات الغضب المتصاعد من شرائح مختلفة في العراق على السياسات التي تنتهجها الحكومة في بغداد، ينضم إلينا عبر سكايب من مالمو الناشط السياسي والإعلامي حيدر السعدي. أهلا بك معنا سيد حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. أهلا بك سيد حيدر. يعني مظاهرات أصحاب العقود هؤلاء، يعني يبدو أن هذه المظاهرات لم تأتي من عبث، هناك وعود من قبل الحكومة الكاظمي وقبلها يعني حكومة عادل عبد المهدي بالتوظيف. السؤال هنا، ما الذي أخر تلك الوعود؟ لماذا لم تنفذ؟ يعني بالحقيقة هي الثورة أول ما طلعت هم طلعوا على مود أصحاب العقود والموظفين، وكل احنا شاهدنا شلون من الشعب العراقي تضامن وياهم. بس هنا النقطة أنه هي مو المشكلة بعادل عبد المهدي، ولا المشكلة بمصطفى الكاظمي، ولا باللي قبله، ولا اللي راح يجيبوه هم الأحزاب. المشكلة هي بالأحزاب الحاكمة وبالمرجعيات اللي بالنجف اللي قاعد تتحكم بالشعب العراقي. يعني هاي حقيقة ذولا مجرد عمال، يعني رئيس وزراء هو حالة حال أي عامل يجيبوه، فمو هو صاحب القرار. يرفعوا له تليفون من النجف يقولوا له عين عين، وقف يوقف، اقتل يقتل، هو عامل لا أكثر ولا أقل. يعني اليوم أيضا موظفو وعمال بلدية بابل بدأوا اعتصاما مفتوحا بهدف الضغط للاستجابة لمطالبهم. إلى أي مدى ترى أن هذا الحراك النوعي من الممكن أن يلفت انتباه الحكومة لمعاناتهم، ومن ثم لربما معاناة باقي المحتجين؟ والله حقيقة ما أنا سبق قلت لك هو ما راح ينتبهون على الشعب العراقي نهائيا، لأن هم مو أصحاب قرار. هاي النقطة الأولى على مود نعبرها، هم مو أصحاب قرار ومو بيدهم كل شيء يسوون، إلا تجيهم لو تغريدة لو تليفون من النجف. هاي نقطة. النقطة الثانية حقيقة إحنا لازم نوصل فكرة للعراقيين اللي مدسوسين قسم من عندهم من الأحزاب، دي يشوهون صورة المظاهرات ودي يقولوا لهم إنه المظاهرات انتهت وراح ترجع من جديد. لا، اليوم الثورة كبرت وزادت. إذا كانوا بساحة التحرير وبالساحات، هسه اليوم الثورة موجودة بكل بيت عراقي، موجودة بكل البيوت، ماكو واحد مو بداخله يتبنى هسه ذولا ينشالون وينشمرون وراء الحدود اللي اجوا من عندها. فالتصعيد هو اللي قسم من عندهم قاعد يلمحون انه هي مطالب. الموضوع مو مطالب، الموضوع انه وطن ماكو. هاي باختصار، والثوار قالوها، وطن ماكو، نريد وطن. فذولا هم كلهم عملاء وما راح يقدرون يسوون اي شيء للشعب العراقي، وان شاء الله نهايتهم قريبه وبهاي السنه ان شاء الله. في المقابل يعني تقر الكتل الحزبية في البرلمان التخصيصات المالية لعناصر ميليشيا الحشد، كما تعلم العناصر الجدد. بماذا تفسر إيجاد مخصصات لهؤلاء العناصر ومنعها عن الخريجين؟ نعم، هم حقيقة هم متقوين بهاي الميليشيات. هسه احنا من نقول حشد الشعبي اكو قسم راح ينجرح من عدل، لان اكو ناس بسطاء وطلعوا يدافعون عن الوطن، ومن ضمنهم اللي كانوا بالساحات واللي موجودين بالساحات، لانه من حقه يدافع عن وطنه. هاي نقطه. النقطه الثانيه هو بس مجرد انه الحشد الشعبي سووا له شرعيه للاحزاب، بس شنو خلطوا بها الطبقه البسيطه من الشعب العراقي. فاحنا حتى نشخص، حتى المتلقي يفهم كلامنا، انه مو انت الفقير البسيط اللي طالع تدافع عن وطنه انت المقصود، لا، المقصود اللي قاعد بالخضراء، اللي قاعد يقتل بالعراقيين، اللي قاعد ينطي اوامر. انت لا حول ولا قوه، انت اللي تداوم بالحشد. هسه لو تحكي لك كلمه على المالكي او على المراجع مالتهم او تنتقدهم، ثاني يوم يطلعوك داعش وابن السفارات وبعثي وغيره وغيره. فهاي نقطه حتى نوضح للعراقيين البسطاء اللي منضمين، يعني منضمين بالحشد الشعبي. فقلت لك هو هذا غطاء، وهذا هسه الجناح العسكري مالتهم اللي يحميهم، اللي هي تحت مسمى حشد الشعبي. وهم ابدا ما في شيء اسمه حشد يعني الشعبي. هناك دائما ما يكون هناك يعني الاحتجاج او التحجج، لربما ان لا اموال كافيه، هناك سياسه تقشف، ولكن خصص في ذات الوقت لعناصر جلود كما ذكرنا من ميليشيا الحشد، يعني جزء من هذه الموازنه، ولم تخصص للموعودين ب يعني الاهتمام بهم. نعم، مو شافوا الشعب العراقي طلع عليهم اخي وصديقي، شافوا الشعب العراقي حصرهم قسم من عندهم، انهزموا ما بقوا، عادوا الهيكليه مالتهم. سووا لازم يقوي هاي الجهه المنظومه العسكريه، لازم يقوي صمام الامان مالتهم، هذا اللي تحت مسمى حشد الشعبي. ومع ذلك ضافوا لهم ربع الله. ربع الله هم يحتاج لراتب، لان هذا
ما طالع على مود عقيده ولا طالع على مود مبدا ولا طالع على مود وطن، هذا طالع ماجور. زين هذا الماجور هم يحتاج لتخصيص اموال، فلازم يزيدون هاي بين فتره وفتره يزيدون باموالهم ويريدون يوصلون الى مال النهايه، يعني يسووه هو الجيش. فان شاء الله هم ما يقدرون بهذا الموضوع، ورب الله اللي هم ضافوهم ضافوا تقريبا 250 واحد ضافوا لهم رواتب، والبقيه يضيفون رواتب اكثر على مود الفلوس تروح لايران مو للشعب العراقي نهائيا. في ظل هذا الغضب وعدم تكافؤ الفرص الذي يعني نتحدث عنه، هل تعتقد أننا أمام موجة جديدة من التظاهرات، ولكن هذه المرة يقودها حملة الشهادات والمغبونون من العاملين في الحكومة؟ هم همنا قادوها الحملة السابقة أصحاب الشهادات، وهي كانت شرارة حقيقة، وقلت لك أنه هي الثورة مستمرة ومو هم اللي راح يقودوها، العراقيين كلهم راح يقودون هاي الثورة الحقيقية، لأن هي صارت بكل بيت عراقي أكو ثورة، بكل بيت عراقي مو تبعي. نعم، إذن عبر سكايب من مالمو كنت معنا الناشط السياسي والإعلامي حيدر الساعدي، شكرا جزيلا لك.